يا سلام، شوف 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 ما شاء الله، شوف المنظر، شوف الجمال، شوف الإتقان، شوف يا سلام، شوف 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 ما شاء الله، شوف المنظر، شوف الجمال، شوف الإتقان، شوف والله يا بلال لا تختي. السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده اللي غادي نضحكوا فيها. نتمنى تعطوني الاراء ديالكم في قناه التعليقات، ما تبخلوش علينا بلايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه. اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، هانيكم، لاباس اخوان؟ واحد لقيت واحد الاكتشاف اللي غادي يصدم العالم، وانا عارف ان هذا الاكتشاف هذا غادي نتلقى فيه واحد رسائل غادي ينتقدوني مغاربة، الله يهديهم، يعني غادي ينتقدوني في ميساجات، في التعليق، في التليفون. وهذا الاكتشاف الاخوان كيخص الحضارة. طرزان كيكتشف بان الديناصورات اصلها من الجزائر. كمل كمل الفيديو. الجزائرية، انا عارفكم المغاربه من بعد هذا الفيديو غتبقى تقول لا علاش هذه بعد من الحضاره الجزائريه، حنا الحضاره الجزائريه ما بغينا العالم ينساها كذا، تتكلم على الحضاره ديالنا حنايا اخوان ما نقدرش. علاش؟ لان الحضاره الجزائريه كتجيني افضل من العثمانيين ومن الفراعنه ومن الرومان، حيت مليئه بالاسرار. ما علينا، هاد الاكتشاف الاخوان طلب مني واحد المده طويله، الشهور 24/24، 7 جوغ سيغ 7 جوغ، ما خليت حتى شي قنف في العالم، ما خليت حتى شي بلد في العالم، ما خليت حتى شي جبل، ليل نهار، بزاف العراقيل، كما قلت لكم ميريكان، ما خليت فرنسا، ما خليت المانيا، ما خليت الانجليز، ولاد الحريز، البرازيل، برنازي، طلعت لهاد الجبال، هاد الجبال، خسرت اموال، خسرت الثروة ديالي، لدرجة انني درت قرعة ديال 20 درهم في السيمانة. الحمد لله ربي وفقني وصلت النتيجة. وشنو هو الموضوع الاخوان؟ ان الديناصورات الاصل تاعهم كانوا كيعيشوا في الجزائر. شي دولة اخرى الاخوان، شي واحد يقول لك الصين ولا الاسكا ولا سيبيريا، كذوب، ما كاين لا هادو، ما كاين لا مغرب لا تونس لا والو، كانوا كيعيشوا في الجزائر. علاش تسموا الديناصورات؟ حيت في ذاك الوقت هما كانوا كيعيشوا مع الجزائريين اللي هما في العصر الحجري، وكان واحد الجزائري كان هو اللي مربيهم كاملين، كان هو اللي مربيهم كاملين وكان كيدريسيهم. وانتم كما كتعرفوا ان الديناصورات كانوا عمالقه، كان هو كان كيدريسهم على ديك اتاك بابوجي اسي، ماشي بحال دابا واحد فاضح. حنا مدريسي مالين وبيرجي فاضح، حنا مدريسي هذا، كنقول لك كان مدريسي ديناصور. وهذا الجزائري هذا الاخوان كانت سميتو داي ناصر، كانت سميتو داي ناصر، وسميت الديناصورات على الاسم تاعو. وحاجة أخرى الإخوان، أنتم كتسألوا علاش الجزائر جميع الدول احتلوها، علاش بالضبط الجزائر؟ مثلا فرنسا، العثمانيين، البيزنطيين، الرومان، الفراعنة، المغول، كاين سبب واحد الإخوان اللي هو الإنتقام. علاش الإنتقام؟ حيت هاد الديناصر هاد الجزائري في الوقت ديالو كان غزا العالم بالديناصورات، كان كيهجم على أي دولة، وكانوا كيهجموا على 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 على, على الناس في ذاك الوقت. وحاجه اخرى، نتوما كما كتعرفوا كاين واحد الاكله اللي تسمى الكروكيت، اللي كنعطيو حنا للكلاب والمشاش. علاش تسمات كروكيت؟ حيت فاش كانوا كيهجموا ديك الديناصورات كان كيشدوا شي واحد كيبداو ياكلوا فيه، كان كيديروا واحد الصوت اللي هو كروت 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 كروت. الديناصر هو الاول اللي سمى ديك الاسم، اللي تسمى خدا ديك كروكيت من ديك الصوت اللي كان كيدير الديناصور. وكان اي بلاصه اي دوله كانت كيمشيو لها كيقول لهم كروكيت كروكيت كروكيت، يعني اهجموا اهجموا اهجموا. حاجه اخرى، غادي نقول لكم كيفاش شمات الديناصر وكيفاش انقرضت الديناصورات. شنو واحد كيقول لك الديناصورات انقرضوا بالزنزال، فيضان، بركان، كتب، ملي مات الديناصر الديناصورات كاملين بقى فيهم الحال، دار واحد انتحار جماعي، لان اللي كان مربيهم كان مهلي فيهم اللي هو الديناصر الله يرحمه مات. والاكتشاف الثاني الاخوان، كما تعرفوا نتوما فاش كنت اخر دوله مشيت لها هي الجزائر، تماك لقيت الهياكل العظمي ديال الديناصورات، وتاكدت على انهم كانوا في الجزائر. واكتشفت الاخوان واحد الحاجه اخرى واعره، وكنصح اي واحد فيه مرض القلب او السكر او الطونسيون، قبل ما تكمل هذه المعلومه، حيت من الافضل انك سير شي لايف وبقى تكبس.
المعلومة الإخوان اللي اكتشفت أن البيتزا الأصل تاعها ماشي إيطالي، الأصل تاعها جزائري. مشيت واحد البلاصة في تم راس، طلعت واحد الجبل، بقيت كنحفر 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 ونلقى هاد القطعة هادي كما طلعت لي البيتزا، درتها في الميكروسكوب، خويت على شوية ديال بيطادين، واحد النقيطة ديال نقيطة ديال بومادا الصفراء، واكتشفت على أن الأصل تاعها جزائري ماشي إيطالي. المغاربة اللي غيجيو عندي التعاليق أو الميساجات أو كذا، علاش هاد المعلومة ما غاديش نتسوق لكم. هاد البحث هذا عانيت منه وغادي نطرحه إن شاء الله في الكتاب تاعي الجاي إن شاء الله، اللي هو طرزان وتاريخ الكارغولوجيا، وغادي نطرحه إن شاء الله، غتلقاوه إن شاء الله في المكتبات عند دروكري في جميع المحلات، غتكون فيه إن شاء الله 200 صفحة. غنتكلم فيه على هذا البحث وعلى هذه الرحله هذه ديالي كامله من ا تزاد. والسلام عليكم. تحيه كبيره للاخ اللي قدم لنا هذا البحث بان الديناصورات الاصل ديالها من الجزائر. دابا اصدقائي الاعزاء غادي ندوز نشوفوا مقطع فيديو اخر. لقد يئسوا من امه العهوبه، لقد يئسوا احباب رسول الله، ولهذا قالوا لقد انقطع لنا السبب الا من الجزائر، ليس لنا في الأرض إلا الله في السماء، والجزائر في الأرض، والجزائر في الأرض. من فضائل هاته الأمة أمة الجزائر أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا مع غزة ظالمة أو مظلومة، أننا مع غزة ظالمة أو مظلومة. الجيش الوحيد الذي يقول في شعاره، الجيش الوحيد في العالم الذي يقول في شعاره غزة شعار، غزة شعار، غزة شعار. ولهذا أحباب رسول الله رددوا معي، قولوا خيبر خيبر، يا يهود جيش محمد سوف يعود، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، الله أكبر الله أكبر على من طغى وتجبر، الله أكبر على من طغى وتجبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ندوزو نشوفو مقطع آخر. قالوا له ما تقدرش تطلع كابيتان، لازم تكون عندك حق المواطنة الفرنسية، لا سيتوينتي فرونساز. يعني احنا كنا فرنسيين مسلمين، فرنسيين في الجنسية مسلم، ولكن مسلمين ما معنى فرنسيين مسلمين، معناها فرنسيين من الدرجة الثانية دوزيام كولاج. احنا مش كيما لي فرونسي دو سوش، لا، احنا درجة ثانية، عندنا قانون خاص يطبقوه علينا، ماشي القانون الفرنسي، يطبقوا علينا الكود دانديجينا، قانون الأهالي. واللي حب يولي فينا فرنساوي من الدرجة الأولى لازم له يتخلى على دينه، يتخلى على الإسلام، ويدير طالب للإدارة الفرنسية باش يولي فرنساوي. فلا من خلط، قال لهم ما نحتاج لا الجنسية تاعكم لا المواطنة لا درجة كابيتان، واستقال من الجيش الفرنسي وبدأ ينشط سياسيا. نفاتوا فرنسا من الجزائر، خرجوه راح لفرنسا، في فرنسا دار محاضرات لكل الشباب الشمال الافريقي، مره محاضره حضروها 12000 واحد من شمال افريقيا، ما صابوش الشوارع ما كفاتهمش، دعاهم ليقفوا وقفه رجل واحد لشمال افريقيا كله من اجل تحريره من فرنسا، فتاسس نجم شمال افريقيا في فرنسا 1926، وكان رئيسه الشرفي الامير خالد. امير خالد ابن الهاشمي ابن الامير عبد القادر، قائد المقاومة وباعث الدولة الجزائرية المعاصرة. تعرفوا أن هذه الأمة واحدة، تسلسل واحد ونفس الخط أصدقائي الأعزاء، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، شكرا لكم، سمحوا لنا كنا طول عليكم. الناس اللي باقي ما اشتركوش معنا مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد اللي كنحطوا دائما في القناة. غادي نخليكم حتى الحلقة أخرى إن شاء الله. ديما مغرب، والسلام عليكم.